في هذه اللحظة هي الحفلة الكريمة، تمت انطلاقة الشوطة الرابعة في المجموعة الشوط الثاني لفئة القعدان، انطلق بحفظ الله وسلامتي هذا الشوط المكتظ بالعديد من الأسماء وهذه الشعارات المميزة، انطلق بحفظ الله اللي في أول المراكز هذا هو مجرم للسيد جابر بن محمد بن جهمان البريدي مع مجرم في أول المراكز، ثاني المراكز من الجانب الأيمن الزعيم للسيد عمر بن حمد بن حسين البريدي مع الزعيم في سلة مباشرة إلى أول المراكز، ثالث المراكز في هذه اللحظة سراب للسيد عبد الرحمن بن صالح بن محمد الرزق في ثالث المراكز، رابع المراكز وتسلل من الجانب الأيمن في هذه اللحظات هادو شاهين للسيد ناصر بن سالم الدوحاني يتسلل مباشرة إلى أول المراكز، ثالث المراكز من الجانب الأيمن هذا اللي في ثالث المراكز راهي لسيد مبارك بن سعيد بن سالم الوهيبي في ثالث المراكز هي الحفلة كريم، ولكن اللي في أول المراكز هذه السيطرة مع سراب لسيد عبد الرحمن بن صالح بن محمد الرزق في أول المراكز، ثاني المراكز من الجانب الأيمن في هذه اللحظات هذا هو شاهين للسيد ناصر بن سالم الدوحاني في ثاني المراكز، ثالث المراكز اللي واصل في هذه اللحظات راهي للسيد مبارك بن سعيد بن سالم الوهيبي في هذه السلالة راهي وانتزع المركز الأول راهي، هذا هو راهي أيها الحفل الكريم كما تشاهدونه على شاشة التلفزيون، يدعون مكيات راهي للسيد مبارك بن سعيد بن سالم الوهيبي ثاني المراكز، واصل في ثاني المراكز سراب للسيد عبد الرحمن بن صالح بن محمد الرزق في ثاني المراكز، ولكن الوهيبي راح بالناموس راهي، هذا هو راهي للسيد مبارك بن سعيد بن سالم الوهيبي في اول المراكز كما تشاهدونه على شاشة التلفزيون، نقول تهانينا والناموس على هذا الفوز اللي في اول المراكز اي الحفلة الكريم راهي للسيد مبارك بن سعيد بن سالم الوهيبي، وفي ثاني المراكز وصل البروفيسور للسيد سيف بن محمد بن علي العرياني، وفي ثالث المراكز وصل هذا وسراب للسيد عبد الرحمن بن صالح بن محمد الرزق. التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين 9 ثواني 44 جزء من سنة، تهانينا والناموس للإخوة الفائزين.